طموحي إني أرجع أنا وكل إنسان تهجر إلى سوريا الحبيبة، سوريا الغالية. طموحي كتير كبير بالحياة وحابة أوفيها وأرجع أعمر ببلدي بالإنسان. أطمح بمستقبل منير وحياة أفضل لأطفالي. أملي نرجع سوريا بخير وسلامة وتهدي البال إن شاء الله. أنا طموحي إنها ترجع سوريا كما كانت ويرجع أولادي بأمان ويرجعوا للمدارس ويرجعوا يبنوا مستقبلهم من جديد. طموحي إن السلام يعم جميع أرجاء الوطن العربي بسلام. أنا طموحي أرجع على بلدي سوريا أنا وأولادي وعيش ببلد آمن لحتى أولادي يكملوا تعليمهم. أملي بالحياة إنه يعم السلام سوريا أو بالأردن بكل البلاد وإنه يكون عندي بيت أستقر فيه ورب العالمين يشفي لإبني. أنا طموحي نعيش بسلام ونرجع لسوريا بخير آمنة. بتمنى أرجع على بلدي وعيش أولادي عيشة آمنة وهنية. أنا بتمنى أرجع لسوريا وبصراحة كمان بتمنى شغلة ثانية إنه أعيش حياة بيت زوجي وأولاد وهيك يعني كمان.